السلام عليكم and welcome back to my channel. لا تنسوا تشوفوا الفيديوهات اللي تكلمت عنها قبل في هذه السلسلة عشان فيها أفلام ما راح تعجبكم. Let's go. أول فيلم عندنا طبعا فيلم مشهور الأغلبية يعرفه, Jennifer's Body. الفيلم يتكلم عن جينيفر وصاحبتها المقربة, الاثنين best friends, بس في شيء مختلف بينهم ولكن ما زالوا صحبات. جينيفر نوعا ما لئيمة أو أنانية, لكن تحب صاحبتها لأنها صاحبتها الوحيدة تقريبا اللي عندها. اللي يصير إنه البنتين دولا يروحوا حفلة لفرقة مشهورة, طبعا يصير حريقة هناك, وبعد ما تصير الحريقة الفرقة لما تيجي تهرب تقوم تاخد جينيفر معاها بإرادة جينيفر. بعد كده ترجع جينيفر تاني لصاحبتها, ولكن ما هي جينيفر, لا متغيرة 180 درجة, وتتحول جينيفر لإنسانة أو لكائن تاني ما حد يعرف عنه, لكن تكون متعطشة للدماء. الفيلم اللي بعد كده اسمه سينستر. فيلم سينستر له جزئين. ببساطة الفيلم هذا ما بين الإثارة وما بين الرعب. يتكلم عن شخص أو مخلوق غريب. الشخص أو الشيء ده يكون مستهدف الأطفال فقط. أي عائلة تيجي تسكن في البيت هذا لازم تلاقي في القبو حق البيت صندوق فيه فيديوهات قديمة. لما يجوا يشغلوا الفيديوهات هذه التصوير يكون مرة غريب وما حد عارف مين اللي بيصور, ويكون التصوير عبارة عن العائلة اللي بتكون سكنة البيت هذا, وكل شريط مقسم به اسم العائلة اللي سكنت في هذا البيت. لكن يكون في بداية التصوير عادي وتكون العائلة مبسوطة, ينتهي التصوير بأنه العائلة هذه تموت فرد فرد, لكن مين اللي موتها وليش وكيف, هذا الشيء هتشوفوه لما تشوفوا الفيلم. الفيلم اللي بعد كده يصنف فيلم أكشن. طبعا أنا ما أحب أفلام الأكشن إلا اللي شفتها بس بالصدفة. الفيلم هذا اسمه Underworld. الفيلم شفته بالصدفة في التلفزيون وليه تقريبا 5 أجزاء أو 6 أجزاء. الفيلم من جد شدني رغم انه انا اكره اي فيلم يخص الفامبايرز مصاصين الدماء, لكن هذا شدني بطريقة مرة غريبة لانه اغلبه اكشن. فهذا رأيي الشخصي في الفيلم ده انه مرة عجبني. لازم تشوفوا اول جزء منه عشان تفهموا القصة كويس. الفيلم اللي بعد كده اسمه فيلم سكاي لاين. هذا الفيلم لمحبين الالين او الفضائيين. يتكلم عن مجموعة شباب وبنات كانوا في حفلة في شقة صاحبهم الثري مرة. من كتر الاحتفال والفلة اللي صارت فجأة خلاص كلهم يفصلوا في الليل ويناموا. يكونوا من أعضاء الحفلة هذه 2 كابلز متزوجين وفي بيبي جاي لهم في الطريق. اللي يصير إنه تصحى الحرمة الحامل على إحساس غريب وتشوف إنه زوجها متنح في الشباك ومتنح في نور أزرق وبدأ يتحول لشيء تاني. تقوم هي في آخر لحظة تحاول إنها تبعده من الشيء هذا عشان يفوق. بعدين لما يفكوا الشبابيك يكتشفوا إنه هم اتحاصروا في خلال ليلة من كائنات فضائية مستحيل إن هي تسيبهم في حالهم. لكن تتوقع في النهاية في أحد نجا ولا لا؟